رسالة الشغل، عملنا وزارة كاملة مجهولة للشغل. هذه الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. الشباب والرياضة مشاكل غير المشاكل هذه بقى. أبسط بكثير، الشؤون الاجتماعية. ثم تنظيم، ثم مجهود جبار، ثم أوفيس، أوفيس كامل. الديوان هذا متاع التشغيل. هذا مجعول باش يجيوا المطالب التشغيل والمطالب متاع الناس للطالبين الخدامة، ويعرف يوزع طلبات التشغيل على اللي طالبين شغالين. هذا قاعد يشتغل لمحلة ثم نتائج كبيرة، لكن ما هيش منسقة، ما هيش منظمة. يقول لي سي منذر بن عمار، كثير من المؤسسات في الولايات نظرا لضغط حاجة التشغيل الناس البطالة وكذا، بحيث تلقى المؤسسات والمنظمات يشغلوا مباشرة، ما يمشيوش على طريق الديوان، بحيث الديوان يولي كأنه كور سيركوتي هكا، بينما في القانون هو اللي يشغل، لأن باش ينجم يعدل، ثم أسبقية، ثم ناس يتعدوا قبل ناس، وقبل لا يشغل ربما يعطي التكوين المهني، هو مربوط بها التشغيل، والشغيل صار يطلب لي شغل، أعطيني شغل، تقول لي إيش تعرف تعمل؟ مازالوا ما فهموش بكون التشغيل يلزم الكفاءة. وعدين هك الفترة هذيك متاع شغلني حتى عساس، يعني عساس خاطر ما عنده شيء ما يعمل، دوك دق في الحنك، عاش الهدرة هذه. تشغيل إيش تعرف تعمل؟ وإذا ما تعرف تعمل شيء أنا نعلمك، أو ثم مدارس، ثم تكوين، ثم خدمة مدنية، ثم ريابرانتيساج، ثم كذا، باش تنجم تعمل شيء اللي يكون فيه قيمة وينجم تصور به الفلوس. بحيث هالصندوق هذا متاع التشغيل هذا مجعول له باش يوزع الناس على الناس اللي طالبينهم، وباش اللي فارغ يعلم يوصلوا بحسب المستوى متاعه، اللي يخرجوا من المدارس كذا. ما تماش، لأن في الحقيقة المنظمات والمؤسسات تحصل يأخذوا مباشرة، ووقت اللي يأخذوا بالطبيعة تولي تظهر كيف لا، ما تماش عدل وإنصاف. تلقى كراجل اللي يمشي المكتب التشغيل يبعثوه عند الفين، يرجع من هون يرد من هون، يرجع من هون يمشى من هون يرجع من هون، ما عمل حتى شيء، ويشوف الآخر بحده دبرها. تولي تدخل جرثومة أخرى في الأدمغة، كونوا الدنيا بالأكتاف، هذه مصيبة. إنما هذا هو اللي ما عندناش إحنا في الدولة، هذا هو اللي ما نحبوش، ما يليقش. من فضلك هادوما هما اللي يلزمنا نقرأوا لحسابهم أولا، باش تكون الدولة هذه في خدمة الشعب، وما تكونش في أثناء الخدمة هذه تزرع بذور الحقد والغضب والشعور بالظلم والمحاباة. تلقى الإنسان يتحمل الميزيريا وقت اللي يشوف تم عدل وتم إنصاف، وأن الناس كل كيف واللي بعدها الكل كيف. كذلك يقولوا لي زاد في بعض الإدارات، وهذا من سوء الحظ معناها، أما أقولش ديما لكوتيمانس، يستانسوا بالناس والطلبات وناس واقفة وناس جاية بتحص وكذا، يتولي أكل يقولوا تموت له لحمة، ما إيش يهتم ياسر، أنا برا أرجع، ما قلت لك منك النهار مثلا ماشو، بحيث ما تماشي أكل القبول اللي فيه شيء من الدمات أخلاق وتربية وتفضل لبس عليك هذا. كثير من الناس يجيوا يقولوا لي يا أخي والله ثورة ورئيس الدولة يقبلنا خير من برشا من موظفين بسيطين. يا أخي يلزم الموظف يعرف وأنه هو في خدمة الكرجل هذاك، وأن خدمته مش معناها باش يكتب ياخذ البطل متاعه ويعمل ورقة ويعديها، خدمته باش يفض المشكل، يلقى له حل لك المشكل متاعه.
إذا ما لقالوش حل يطلع ما هو أعلى مستوى آخر. وهذا كما قلت لقضاتك النهار الفائدة مش في الأوراق، الفائدة في البشر، الأوراق. وقت اللي نقرأ أنا المكتوب بعض مرات كتيبة لا أراك الله مكروه تصيب نقرأ معنا تصورك المرأة هذيك أو تصورك المرأة مسكينة وثمانية صغار وهي مش عارفة فين تسكن تحسن ويقول الليلة باش مش تعشى المرأة هذيك مسكينة تخمم فيها الأطراح كيفاش تبات هذي وربما تفسد وربما تمشي وكي الصغيرات يمشوا يضيعوا تحسبوا مكاتب. يلزم الموظف اللي يحب يكون ملتزم بمعنى ياخذ شويه على رئيس الدوله فيها الرأفة هكا والحنان معنى. بالرغم من المشاكل الكبيره اللي نعالج فيها لكن تبقى ديما شيء من الحنان البشري اعتبار نحط نفسي في بقعتك الانسان مقهور مضام ولو هو متسبب في القهر هذاك و17 صغير تحصلوا كذا لكن ايش نعمل هاو في الحاله هذه تحصل بحيث هذه زاد ناحيه لبس بها.